try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثاني تاع دراسة دالة الإعلان تاع 2017 الدورة العادية. اللي مازال ما شاف الجزء الأول تاع دراسة دالة الإعلان تاع 2017 عادية فرجع يشوفوا اللين تاعو يلقاه في الصندوق الوصف، واللي داز شافوا مرحبا بك في الجزء الثاني. ندوزو نكملو، وصلنا للسؤال 4 ألف. قال لك حل في المجال 0 بلس لانفيني المعادله هذه تتساوي 0. باش نحلو المعادله سهله، عندنا واحد ناقص جوج على اكس مضروبه في الالان دو اكس تتساوي 0. ماذا تكافي؟ حنا عارفين واحد الخاصيه، اذا كانت عندي ا مضروبه في بي تتساوي 0، ماذا يكافي؟ ان ا يساوي 0 او بي يساوي صفر. هذه خاصية رياضية. هادشي اللي نجي ندير ليه انا، غندير ليه بان واحد ناقص واحد ناقص جوج على اكس تساوي صفر، او الالان دو اكس حتى تساوي صفر. من ثم غادي بالتكافؤ، ماذا يكافئ هذا؟ دابا ندير خاصية جداء الوسطين في جداء الطرفين. شنو هي خاصية جداء الوسطين في جداء الطرفين؟ باش نشرح لكل شيء، في حالة إلا كانت عندي تساوي، إذا كان عندي في التعبير هنا موجب، إلا لحقت الطرف الآخر تولي سالب، مفهوم؟ إذا كان عندي هنا سالب تولي هنا موجب، مفهوم؟ هذه ما تحتاجوش غير في الرياضيات ولكن تحتاجها في الفيزياء، يعني في باش نعرفوا المجاهيل. يعني إذا كان عندي ضرب تتحول القسمة، نتمنى أنكم تكتبوها اللي ما عارفاش، والقسمة تتحول أيضا لضرب. هادشي اللي ندير هنا. ف نخلي اللي في المجهول اللي هو اكس تولي ناقص جوج على اكس تساوي هاد واحد هنا موجب، نلوح الطرف الاخر يولي سالب يولي ناقص واحد، او الالان دو اكس يساوي، حنا عارفين واحد الالان تاع واحد التعبير يساوي الزيرو، راهو الالان تاع واحد، الالان تاع واحد اللي هو يساوي صفر. باش نطبق واحد الخاصية تقول لي الا عندي الالان دو اكس يساوي الالان دو ا يكافئ ان اكس يساوي ا بطريقه مباشره. هنا مشات لي الناقص مع الناقص، نمسح هنا. من بعد هنا هاد اكس عندي كيدير هنا تولي عندي جوج تساوي، عندي هنا اكس قسمه لوح الطرف الاخر هيولي ضرب، هيولي واحد مضروب في اكس. حنا دائما غاديين بالتكافؤ، او هنا باستعمال هاد الخاصيه اكس يساوي واحد، حيت إلا عندي الآلان وآلان وتعبير تعبير تندير بأن التعبير تاع هذا يساوي التعبير تاع هذا. يعني ماذا يكافئ؟ أن إكس شحال يساوي؟ واحد مضروب في إكس تعطيني إكس، يعني إكس شحال تساوي؟ جوج، أو إكس يساوي واحد. إذن حلول المعادلة نسبه المعادلة هي واحد جوج على اكس مضروبه في الالان دو اكس تساوي صفر على اش؟ على المجال اللي عطاونا، على المجال 0 بلس لانفيني. اذا هي ودير اس سوليسيون تساوي، ونكتب الحلول، اللي هو شحال عندي واحد جوج. وبالتالي خديت نص نقطة بكل سهولة، خشيبات صراحة. حل المعادلة بطريقة سهلة، يعني نص نقطة العام اللي فات عطاو نقط فابور صراحة. ندوز نجاوب على استنتج. دائما مني قلنا لكم، مني دائما تقراو واحد السؤال في استنتج، عرفوا بأنكم ما تجيبوا حتى شي حاجة من ريوسكم، الأغلب تاع الحوايج اللي تحتاجوا باش تجاوبوا على هذا السؤال عندكم قبل. قال لي استنتج، فدائما من نسمعوا السؤال في استنتج عرفوا بان شي حاجه راه عندكم شي حاجه سهله. نجينا قال لك استنتج ان المنحنى السيق تاع المستقيم دي في نقطتين يتم تحديد زوج احداثيتي كل منهما. دائما مني قال لك استنتج ان المنحنى السيق، شنو هو المنحنى السيق؟ يمثل ليا اف دو اكس، والمستقيم دي ماذا يساوي؟ يساوي ايغريك. يعني ترجع سطر تنقول لنا حل لنحل المعادلة. هذه بحال قال لي نقطة تقاطع مستقيم، من نقطة تقاطع المنحنى ومستقيم تنجي نحل هذه المعادلة. اف دو اكس تمثل لي هو المنحنى، والمستقيم
تيكون ضروري عاطيني المعادله تاعو. المستقيم ضيف المعادله تاعو حسب قبل لقينا بان دير المعادله تاعو، نجي نكتب هنا دي عند المعادله تاعو إيكغريك يساوي إكس. ماذا يكافئ التاجر لنحل المعادله لدينا؟ ونجي نكتب هذه اف دو إكس تساوي إيكغريك. ماذا يكافئ اف دو إكس عند القيمه تاعها اللي هي إكس زائد واحد ناقص زوج على إكس الآلان دو إكس حتى تساوي إيكغريك، وإيكغريك عند القيمه تاعها هي إكس. غنعزل كل شيء في طرف واحد، غتولي إكس زائد واحد ناقص زوج على إكس مضروبة في الآلان دو إكس. عندي هذا التعبير موجب اللوحة الطرف الآخر يولي سالب، يولي ناقص إكس يساوي شحال بقى لي أنا؟ صفر. وبالتالي عددان متقابلين عندي ناقص إكس وزائد إكس مشاو، يكافئ أن واحد ناقص زوج على إكس مضروبة في الآلان دو إكس يساوي زيرو. ها دابا نحتاج مما سبق، ولدينا حسب السؤال السابق يعني هذا حلول حل المعادلة. هنا معادلة واحد ناقص زوج على إكس مضروبة في الآلان دو إكس تساوي زيرو، شنو هو حلها؟ ولدينا حسب السؤال السابق ولدينا حسب السؤال السابق حل المعادلة هو إكس يساوي واحد و إكس يساوي اثنان. إذن ونكتب لي هذه الجملة، إذن زوج إحداثيتي نقطة تقاطع سالي اف المنحنى سالي والسالي اف والمستقيم دي هما. وندير واحد جوج نقط، ندير واحد نقطة ا وندير واحد نقطة ب. بالنسبة للنقطة ا اكس تاعها هو شحال يساوي؟ هو واحد، و ايكغريك تاعها راه هو اف لي واحد. لا نجي نحسبو دابا، وهنا اكس شحال يساوي تاعها هاد النقطة الثانية اللي هي جوج، و إيكغريك تاعها نجي نحسبو اللي هو اف لي جوج ونشوف شحال يساوي. بالنسبة لاف لي واحد وقال ديجا حسبناه قبيلة، بالنسبة للان تاع واحد هو زيرو، مشى لي هادشي كامل زيرو، بقى لي هو واحد. وبالنسبة اف لي جوج، بالنسبة لاف لي جوج نجي نعوضوها تعطينا جوج على جوج اللي هي واحد، واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، زيرو مضروب في الإيلين تاع جوج اللي هو زيرو، زيرو زائد جوج يعطيني هو جوج. أوكي، وندير لي جوج اللي هي غتعطيني هي إحداثية تاعها اللي هي واحد واحد. وبالنسبة لبي إحداثية تاعها هي جوج جوج، وأنا حددت عليه بكل سهولة وخديت نص نقطة تاعي. ندوز للسؤال رقم جيم بعد ما نفتح السبورة. السؤال جيم، بالنسبة للسؤال جيم ينقسم إلى جوج الأسئلة. السؤال الأول اللي هو في السؤال بين أن f دو x أصغر أو تساوي x لكل x من المجال واحد جوج، هذا بالنسبة الجزء الأول تاع السؤال. الجزء الثاني هو استنتج الوضع النسبي للمنحنى استوى المستقيم داع المجال واحد جوج. قال لي بين أن f دو x أصغر أو يساوي صفر. نقول لي لنبين أن f دو x أصغر أو يساوي x، أي لنبين بدل لي صيغة الجواب، أي أن نبين أن f دو x هذا كيدير موجب اللوحة الطرف الآخر يولي سالب، يولي ناقص x أصغر أو يساوي الزيرو. يعني خاصني أنا نحسب التعبير ونبينه بأنه سالب على المجال واحد جوج. ونجي نحل هذاك لنبين ماذا يعني. يعني ان اف دو اكس ناقص اكس حل يساوي اف دو اكس ديجا عندي اللي هي اكس زائد واحد ناقص جوج على اكس. فاش مضروبه في الالان دو اكس،
ناقص اكس ناقص الاكس اللي عندنا ماذا تساوي؟ بعد كاين ناقص اكس مع اكس مشات ليا، شحال بقى ليا؟ واحد ناقص جوج على اكس، فاش مضروبه في الالات ديال اكس. هذه خاصني ندرس لها الاشاره تاعها. باش ندرس لها الاشاره تاعها خاصني ندرس الاشاره تاع التعبير كامل، يعني رجع للسطر ونقول ليه اشاره اف دو اكس ناقص اكس هي اشاره التعبير. لدينا اشاره اف دو اكس ناقص اكس هي اشاره واحد على جوج اكس مضروبه في الالان دو اكس. ارجع السطر ندرسوا الاشاره تاعها، لندرس اشاره تاعها، ندرسوا لها الاشاره تاعها. هنا غندير اكس، غندير المجموعه تاع ار بصفه عامه اللي هي موال لانفيني بلس لانفيني. بما انه عندي الضرب انشد التعبير، ندرس الاشاره تاعها بوحدو يولي لي هو واحد ناقص جوج على اكس، وندرس الاشاره تاع الالين تاع اكس بوحدها بلاش من بعد ندرس الجداء تاعهم. واذا درست الجداء تاعهم يعني واحد ناقص جوج على اكس مضروب في الالين ديال اكس، اوتوماتيكمون غنعرف الاشاره تاع اف دو اكس ناقص اكس مباشره. تنعرف ان التعبير عندي فين تنعدم، حليت هاد المعادله قبيله حليتها، لقيت بان التعبير فين تنعدم في جوج. ينعدم في جوج تقريبا. ندير تقريبا جوج هنا، ينعدم في جوج. باغي نعرف اشاره ا عكس اشاره ا. اول حاجه قبل ما نقول لي اشاره ا ولا ماشي اشاره ا، غنجي لهاد التعبير. ما يمكنش ليا نسدد اكس ونحكم عليه بانه لان هنا سالب نقول بان هذا سالب، لا ما يمكنش. غنجي هنا ونوحد المقام موحد، نجي نوحد المقام يعطيني هو هنا ما عنديش اكس، نضرب ونقسم على اكس غتعطيني هي اكس ناقص جوج مقام واحد هو اكس. دابا ناخذ غير هذا، لان اكس ناقص الا رجعنا نفرقوا نيت المقام دابا، لان التعبير يساوي التعبير، نفرق المقام تعطيني اكس على اكس ناقص جوج على اكس. بالنسبه لاكس على اكس هو واحد اللي هو هذا. باش نعرفوا المقام يخالف الصفر، مستحيل يساوي الصفر، يعني شكون لا يساوي الصفر اللي هو البسط، هي جوج ناقص جوج الثاني صفر. ونجي ناخذ فين هو اكس، هو هذا الاشاره اللي حدا هنا موجبه، راه كاين واحد هنا، يعني هنا اشاره ا موجبه وهنا سالبه. باش الا درت هنا موجب باش نعرف علاش انا درت موجب وهنا علاش درت سالب. بالنسبه لالان دو اكس كلشي عارف انه ينعدم في واحد، وقبيله ديجا حلينا المعادله وقلنا ايوه ينعدم في واحد، هنا موجب وهنا سالب لان حدا اكس موجب. هنا غندير الجداء تاعهم، يعني التعبير فين تنعدم هنا وتنعدم هنا. دابا ندير الجداء تاع الاشارات على هذا المجال، سالب السالب مضروب في السالب يعطيني موجب، مزيان. هنا هذا المجال سالب والسالب، وهذا المجال موجب، السالب مضروب في موجب يعطيني سالب، وعلى هذا المجال زيرو بلس لانفيني موجب يعطيني موجب، يعني تانا غيكون موجب سالب موجب وينعدم جوج تا هو ينعدم. هنا فين نشوف فين بلاصة؟ أنا أش قلت لي لي نبين اف دو اكس أصغر من الزيرو، يعني فين هي البلاصة اللي سالبة؟ ناقص واحد من ناقص موال لانفيني الواحد كيدير الإشارة تاعنا موجبة، ما تتهمنيش أنا باغي الإشارة تكون سالبة. وهنا من واحد الجوج مزيان عندي سالبه محتاجه، ومن جوج سالب بلس لانفيني محتاجاش لان الاشاره تاعها موجبه، وانا اش بغيت الاشاره السالبه باش هي اللي تعطيني هاد التعبير. ارجع امسح هنا ونقول لي لدينا من خلال جدول اشاره اف دو اكس، ولدينا من خلال جدول إشارة f دو x ناقص x f دو x ناقص x أصغر أو تساوي الصفر على المجال، هنا مجال واحد جوج، واحد داخل جوج، وأصلا هما قالوا لي واحد جوج، إذن مكتوب لي مستغل، إذن f دو x أصغر أو تساوي x لكل اكس من المجال واحد جوج. هذه هي الطريقه
بس نحب نبين لهم بان اف دو اكس اصغر او تساوي اكس لكل اكس من المجال واحد زيرو. قال لي انتم استنتج من قلنا استنتج راه ما تنجيبش شي حاجه من راسي، تنجيب شي حاجه عندي قبل باش نتفقين، يعني امسح السبوره ونجاوب على داك. استنتج الوضع النسبي للمنحنى السوي المستقيم تاع المجال واحد بلس لانفين. دائما ملي نقول لكم ملي نسمعوا السؤال استنتج عرفوا شي حاجه تجيبوها عندكم قبل، ملي قال لي استنتج تاي اللي عندك قبل هي هذه. نقول لي لدينا اف دو اكس، لدينا بالاخص مما سبق باش نكون نعلم صحيح مزيان. لدينا مما سبق اف دو اكس مالا اصغر او تساوي اكس على المجال. إلى المجال واحد زوج، يعني ان اف دو اكس ناقص اكس اصغر او تساوي صفر على المجال، على المجال واحد زوج. دراسة الوضع النسبي هي تنقول بأن السلة اف واش فوق المستقيم أو السلة اف تحت المستقيم. أنا باش نعرف بأن السلة اف واش فوق ولا تحت غندير واحد التذكير. دائما باش ندير دراسة الوضع النسبي تنحسب اف دو اكس ناقص اكريك، اكريك راه هو تاع المستقيم اللي هو عندي اكس. إذا كان التعبير أكبر من صفر او يساوي، او ممكن يكون اصغر او يساوي صفر. اذا كان عندي كبر او يساوي صفر فتنقول بان السلة اف موجب فوق اكغي. اذا كان عندي سالب تنقول بان السلة اف تحت اكغي. انا ديجا حسبت اف دو اكس، عندي اف دو اكس ناقص اكس شحال عندي صغر من صفر، يعني اذا السلة اف مالو تحت المستقيم الداي الذي معادلته إكغيك يساوي إكس على المجال. على أين مجال؟ مجال واحد زوج، لأنه هو اللي تهمني، لأنه قال لي استنتج الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم تاع على مجال واحد زوج، لان مجال واحد زوج هو اللي تهمني. لقيت بان السلي اف تحت من هذا المستقيم على المجال واحد زوج. نمسح السبوره وندوزو لانشاء السلي اف واللي هو اهم حاجه في الوطني كامل. دابا ندوز لاخر سؤال في دراسه داله الاعلان، هو ماشي اخر سؤال لانه مازال باقي التكامل، ولكن في دراسه داله الاعلان حدنا ان نوصلوا للانشاء. من بعد ندخلوا الدرس تاع التكامل غنجاوبوا على الاسئله تاع التكامل. بالنسبه لاخر سؤال اللي عليه نقطه، فعلا قال لك انشئ في نفس المعلم او اي جي المستقيم. اول حاجه بالنسبه او اي جي معلم متعامد ومنظم، الوحده تاعو هو 1 سنتيمتر، يعني المسافه ما بين او حتى الاي 1 سنتيمتر، وبالنسبه للاو حتى الجي 1 سنتيمتر، يعني فهاد البلاصه هنا فهاد البلاصه تكون 1 سنتيمتر وفهاد البلاصه 1 سنتيمتر. شي حاجه اساسيه، وخا ترسم السل اف صحيح ولكن خالفتو اليوم الوحده تمشي كلشي خطأ. هذا المستقيم دي والمنحنى، قال لك نقبل ان المنحنى سي نقطة انعطاف واحدة افصولها محصور ما بين 2.5 و 2.4، 2.5 نحددو من دابا 2.5 يعني تقريبا هنا، و 2.4 تقريبا تكون هنا، يعني هنا البلاصة هي 2.4 و هذه 2.5، يعني لا هاد البلاصه غتكون، يعني على هاد البلاصه كامله في بلاصه منها تكون نقطه انعطاف. فاول حاجه باش نرسم السلي اف خاصني نكتب في الوسخ حدايا المعطيات تاع باش ننشا السلي اف. فاول معطى هو اللي هذا، قال لك بان السلي اف يقبل مقارب عمودي معادلته اكغيك يساوي اكس اكغيك اكس يساوي عفوا هنا اكس يساوي صفر،
اكس يساوي صفر. فإلا اعتبرت أن هذا هو المستقيم، هذا المستقيم تاع اكس صفر، راه هو قلنا هو محور، ومحور الأرياتب هذا هو اكس يساوي صفر. دابا بقى لي غير المقارب فين، واش يكون هنا؟ فهذه أهم حاجة تلقاو فيها المشاكل، واش يكون هنا أو لا هنا أو لا هنا أو لا هنا. بما أنني حسبت لانيميت في عدد موجب، عدد موجب يعني في هذا البلاصة فين تكون أ بلوس، راه شرحتها في واحد الفيديو من دراسة الآلة اللي فاتوا، وعطاتني بلوس لانفيني، يعني عطاتني بلوس لانفيني، يعني يكون في هذه البلاصة، هذه البلاصة قلنا للتذكرة فقط، إلا حسبت في أ بلوس عطاني موان انفيني، هنا إلا حسبت في أ موان يعني واحد العدد على اليسار وعطاني بلوس لانفيني، وأنا إلا حسبت واحد العدد على اليسار وعطاني موان لانفيني فين تكون البلاصة. يعني السيل اف يكون في هذه البلاصة، يعني السيل اف يجيني من هنا. مقارب، واش سمعتوني اش قلت؟ مقارب يعني هادشي قرب لي، يعني هذا هو الديبار، هذا هو الديبار تاعنا، يعني هذه البلاصة رسمتها هي هذه، مفهوم؟ هذا هو المقارب. ندوز ثاني حاجة رسمتها، نضرب عليها، ضربت عليها يعني بأنني رسمتها. ثاني حاجة رسم واحد مستقيم دي، لأن حسبنا ليميت من اف دو اكس بلس لانفيني، عطنا بلس لانفيني، ما عندناش تأويل هندسي، قالك بين أن السيل اف وجاوبنا عليه. حسبنا ليميت اف دو اكس ناقص اكغيك تساوي بلس لانفيني، قلنا بأن السيل اف يقبل فرع شرج جانبي في اتجاه مستقيم الذي معادلته اكغيك يساوي اكس. فأول حاجة أرسم هذاك المستقيم اكغيك، لأنه قال لي ضروري أرسم مستقيم دي. مستقيم دي شحال عندي المعادلة تاعو؟ غنمشي نديرو هنا، عندي اكغيك يساوي اكس. غنعطي ناخد جوج قيم، غنعطي اكس واحد القيمة ونشوف اكغيك شحال يساوي. إلا عطيت اكس واحد، إلا عطيت إكس واحد، إكغيك أوتوماتيكمون يساوي واحد. إلا ناخد شي نقط سالبي، ناخد نعطي الإكس يساوي زيرو، إكغيك راه تاهو يساوي ليا زيرو. ناخد هاد النقط، هاد النقطة واحد واحد تقريبا، هي هادي نقطة واحد واحد، يعني كما تعرفوا واش رسم أي مستقيم خاصني جوج نقط، هي النقطة الأولى والنقطة الثانية، راه هي أصل المعلم. هذا هو المستقيم، نتوما راه عندكم مسطرة، هذا هو المستقيم عندي اللي هو اش اللي هو دي، المعادلة تاع اكغيك تساوي اكس. راني رسمتو، قال لك يقبل فرع شرج جانبي في اتجاه المستقيم. اول حاجة هاد فرع شرج جانبي فين، واش يكون يعني باش نعرفو، مسح هنا باش نجاوب عليها، مسح هاد البلاصة هنا باش نشرح لكم عاوتاني شنو هو فرع شرج جانبي في اتجاه المستقيم. يعني نعتبر ان هذا هو، هذا هو المعلم، ياك نعتبر بان المستقيم هو هذا، نفرض مثلا هذا هو المستقيم مثلا دي، فرع شرج جانبي يا اما فرع شرج جانبي تنعرفو هو هذا، يا اما يكون بحال هكا بحال هكا، او لا بحال هكا بحال هكا، واش مفهوم؟ يعني تقول لي واش يكون في هاد البلاصه ولا هاد البلاصه ولا هاد البلاصه ولا هاد البلاصه. هاد البلاصه امتى تكون عندي؟ الى حسبت لا ليميت الاولى تاع اف دو اكس بلس لانفيني وعطاتني بلس لانفيني، وهنا إلا حسبت في بلس لانفيني وعطاتني موان لانفيني، وتيكون هنا الفوق إلا حسبت لانيميت في موان لانفيني وعطاتني بلس لانفيني، وهنا إلا حسبت في لانيميت في موان لانفيني وعطاتني موان لانفيني. دابا أنا حسبت لانيميت الأولى تاع اف دو اكس، ماشي اف دو اكس ناقص اكغيك، تاع لانيميت من اكس بلس لانفيني تاع اف دو اكس، بينا بان تساوي بلس لانفيني. بما ان حسبت بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني، يعني يكون الفوق يعني تقريبا يكون في هاد البلاصة، فهم؟ يكون تقريبا هنا، تقريبا في هاد البلاصة. دابا اش بقى ليا؟ تقريبا راه بحال رسمت هذا، بقى ليا غير هاد البلاصة هنا. هاد البلاصة من تنقول لكم مني الدالة تكون تناقصية تزايدية أو لا تزايدية تناقصية، ففي هاد البلاصة اللي تكون نقطة الارتفاع مثلا هنا، هذه هي نقطة الارتفاع، في حالة إلا كانت تناقصية تزايدية تكون عندي هنا، في حالة إلا كانت تزايدية تناقصية تكون عندي في هاد البلاصة. قلنا في هاد البلاصة يقبل مماس، مماس كيدير أفقي، إكس تاعو شحال يساوي؟ واحد، إكس تاعو شحال يساوي؟ هو واحد اللي هو هذا، مفهوم؟ و إكغيك تاعو شحال يساوي؟ إكغيك تاعو تنجي نحسب هنا، هذا هو الإكس، هذا هو الإكس، وبالنسبة لإكغيك تكون في هاد البلاصة، هذا هو المحور تاع إكغيك، قلنا نأخذ الصورة تاعو، هو واحد، هو هذا نيت اللي أصلا يكون هو في هاد البلاصة. هذا هو المماس اللي اكس تاعو يساوي واحد، واكغيك تاعو يساوي ايضا واحد، يعني هيمسو اش يوقع، هيمسو في هاد البلاصه. واصلا هاد البلاصه راه هي نقطه تقاطع على ما اظن، واحد واحد، اي واحد واحد غيتقاطع سيري اف هنا، مفهوم؟ هو تقاطع هو وياه، يعني سيري اف مثل ما زمان هنا هوب،
ويضرب في هاد البلاصه ولا شي يمشي، لان دابا الا لقيت واحد نقطه تقاطع وحده هي شناهي، هي هذه، هذه هي نقطه تقاطع اللي هي واحد واحد، بقى لي واحد نقطه تقاطع وحده اخرى بي بي، يعني هاد اكس تاع شحال يساوي جوج تقريبا، هنا الكريك تاعها يساوي جوج اللي هي هذه تقريبا، هذه هي، هذه هي بي اللي هي جوج جوج. بقى لي قال لي نقبل بان اول حاجه الوضع النسبي نسيت ما درتوش، فالوضع النسبي اللي لقينا، لقينا بان السي اف تحت الدي على المجال، على المجال ان مجال على المجال واحد جوج، يعني السي اف خاصو يكون على المجال واحد جوج، هو على المجال واحد جوج خاصو يكون تحت الدي، ها هو تحت الدي، وفي نفس الوقت خاصو يقطع ليا، خاصو يقطع ليا هذا المستقيم اللي هو إكغيك فيه نقطة بي، هاهي نقطة بي تقاطع السي إف والمستقيم دي، هاهي الأولى درتها وهاهي الثانية اللي هي جوج جوج، هاهي فين درتها يعني هاهي تقاطع معايا هنا، وهو كما تلاحظوا بأن السي إف على هاد المجال من واحد لجوج فين هو؟ راه تحت دي، بينما على هاد البلايص راه هو فوقها. دابا بقى لي واحد الحاجة مهمة اللي هي نقطة إنعطاف، نقطة إنعطاف كاينة على هاد البلاصة تقريبا، نجي ندير لها غير تقاطعات شويه تقريبا يكون في هذه البلاصه، فانتوما عندكم سميتو عندكم المسطرة وعندكم اوراق مزيانين، فضروري تعرفوا كي ديروا تترسموا، بعدا كاين يكون على هذا المجال من 0.4، ولكن خاصو يكون الفوق، يعني خاصو يكون الفوق، لان الفوق في هذا المجال من المجال جوج زد بلس لانفيني السي اف يكون فوق الدي، نختاروا نديروها كل واحد فينا يديرها، نديروها في اي بلاصه اللي تساعدني، نديرها مثلا هنا اوكي، هذه نقطه انعطاف فهمت تما غادي او تما غادي بحال هكا، ومن بعد ملي يوصل هذه النقطه ايدور ايدور ويمشي عند يولي فرع شجاني او هذا هو، ناخذ شي لون مغاير اخر احمر نيت ولكن ماشي يكون اكثر باين اكثر، نعاود ندير عليه احمر، ناخذ شي احمر اخر، ها هو احمر باش يبان احسن، ها هو السي اف تاعنا هنا دابا يبان مزيان، السي اف تاعي هو دابا عندي بالاحمر، فانتوما عندكم ورقة، انا عندي مع الطابلو ملس داكشي علاش، هادي هي نقطة انعطاف الثانية، ويمشي فرع شاف جامع، اوب تقريبا، نقطة انعطاف هي نقطة انعطاف الأولى، نقطة انعطاف راه كاينة تقريبا هنا، ويمشي فرع سرجامي في اتجاه المستقيم، ها هو تلاحظوا بأنه فرع سرجامي في اتجاه هذا المستقيم، وهذا هو سي لف. غير كالملاحظة فهاد المستقيم قلنا حنا ما نديروش، نديروه على قبل، نديروه خفيف بالقلم باش نعرفوا نقطة التقاطع خاصها تكون على المجال 0.5 0.4، يعني هنا أنا تقريبا درتها في هاد البلاصة نقطة التقاطع. فهم فبالنسبه للسي ال اف تاع 2017 بحال السي ال اف مع طندون تاع 2015 استراتيجيه كانوا فيهم شويه ما دار تيبغوا شي واحد يكون عارف مزيان دراسة الداله، نتمنى انكم تشدوا هذا الوطني وتعاودوه مزيان باش ما يبقاش عندكم شي مشكل مع الداله، الا كان شي واحد اول مره تشوف فيديوهات فرجع يشوف الفيديوهات في قوائم التشغيل اللي كاينه في القناه. هذا ما كان بالنسبه لدراسه الداله تاع الاعلان، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، وما تنساوش اللي عجبو هذا الفيديو لايك، ما تنساوش التعليقات تاعكم، الملاحظات تاعكم، الاستفسارات تاعكم، خليتكم حريه تاع الاختيار تاع التعليقات، تعلقوا كما بغيتوا. هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو، وما تنساوش ايضا تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقاو في فيديو اخر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. We'll be right back.